ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. شكرا للزميل باسل تابيل. سيداتي انساتي سادتي اينما كنتم، طابت اوقاتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. احييكم في افتتاح مباراة الموسم الاسباني 2021-2022 من خلال هذه المباراة المنتظرة لهذه الجولة الاولى في استاد الكامب نو بين نادي برشلونة وفريق الباسك نادي ريال سوسيداد. الكل يبحث عن اجابة لسؤال يقول كيف سيكون برشلونة بدون افضل لاعب في العالم، اكبر هداف في تاريخ البارسا واكثر من لعب مباريات بألوان برشلونة، كيف سيكون الحضور الجماهيري في الملعب في غياب ورحيل صاحب الكرات الذهبية الست ياناس. الأرقام تهتز سلبيا الآن منذ البداية، بما أن عدد الجماهير المسموح دخولها اليوم للملعب هو 29809، بينما نسجل تواجد 15000. هذه هي اختيارات المدرب رونالد كومان. برايثويت طبعا ومنفيس ديباي النيران الجديدة لهجوم نادي برشا الموسم الماضي بكوبا ديل ري بعد الفوز على أتلتيك بيلباو بأربع أهداف لصفر. قلنا مشاهدينا الكرام إذن أي برشلونة قام بتحذيرات لمدة 5 أسابيع، تخللها معسكر بألمانيا واستغلال تجهيزات نادي أيسن، لعب 5 مباريات فاز في 4 وخسر 1. الحكم الدولي الإسباني الإخرية والركنية أم لا؟ القادم من أولمبيك ليون الهولندي الذي ديست يحضر ديست لجريزمان، يرجع دافيد سيلفا عن إمكانية رحيل جريزمان والعودة إلى فريقه السابق أتلتيكو. ديست لامر دفاع حديدي لفريق الباسك، تعود الكرة خطيرة، تغطية دفاعية في الوقت المناسب وتقبل برشلونة والركنية، يلعب بكرة زاحفة جوردي ألبا يوزع والمقاسية الازدواجية. أنطوان جريزمان نجم الكرة الفرنسية، هذه هي المنظومة الجماعية الكتالونية، ولو أنها جاءت من ركنية لكن خطيرة وقوية. يدخل منطقة الجزاء برايت وايت يراوغ كرة من ديباي، جول 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 جيرار بيكي، جول جيرار بيكي، جول 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 جول. برشلونة ما بعد ميسي يحييكم ويمسي عليكم. البارسا موجود رغم ابتعاد البرغوث، راح ليو وبرشلونة ثابت ثبوت الكبار. الليلة عيد بعيد ألبا، وهذا جوردي ألبا يسترجع الكوب. سيرجينو ديت سجل هدفين وهدف لعودي لم ينجح مع مانشستر يونايتد البلجيكي. حارس العارين من الفريق الباسكي متأثر بالإصابة، النجم الدولي الهولندي منفيس في ظهر جوردي ألبا يأتي بسرعة برشلونة. ممتاز الكرة يوزع ودفع الأيسر لنادي ريال سوسيداد وبالرأس تعدي، يعني منذ الخسارة ضد ألافيش في 2016. أندي كرة لبرايت وايت خطيرة يوزع والحارس الحارس راميرو، هنالك لمسة يد ورات الثابتة ديباي أركي ديونغ ديونغ اليوزا جول 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 برايث وايت جول برايث وايت جول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على برشلونة الآن. مارتين برايت وايت بالهدف الثاني اسكون لحظة بالذات يعلن الحكم أليخاندرو هرنانديز. هرنانديز في أجواء جماهيرية رائعة ممتعة وقوية عن نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة. برشلونة حراسة المرمى لنيتو على يمين الدفاع ديست
اليسار ألبا محور الدفاع لبيكي وإيريك غارسيا، ثلاثة لاعبين في وسط الميدان، الكابتن بوسكيتس، بيدري وفرانكي ديونغ، ثلاثي خط النهائي. ديونغ يحط الكرة والثالث جول والثالث جول والثالث جول، لكن هنالك راية، هنالك راية للفرنسي غريزمان. منذ الانطلاقة لكرة جوردي ألبا كان فرانكي ديونغ في موقف متسلل. يا سلام، فيها جول، ألبا جول، غريبة غريبة وعجيبة، مش معقول وغير مقبول. ويعدي يارسابال، أوه يارسابال كابتن فريق الباسك، فرصة كبيرة تعتبر الأخطر من جانب الفريق الباسك. ترجع الكرة ويارسابال يروح يسدد، لكن ريال لا سوسيداد يتعدي لمينيوس. ليستر سيتي في نطاق حر، المخالفة وبوسكيتس بالورقة، بوسكيتس بالورقة الصفراء. كابتن نادي برشلونة ينظر بعد إعاقة غير سلام، يعدي ألبا يوزع، جول برايثويت، جول 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 جول، فعلا الدنماركي، فعلا الدنماركي للمرة الثانية، مارتين برايثويت. الله 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 على هذا اللقاء، أول توخل يوسع، التسدي من لينارمون، دفاعية وخطيرة الكرة والإمكانية للرباعية. أي 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 أي، بيدري نار، بيدري نار، والحارس الرائع سوسيداد يعدي بوتيستا، وفيها جول، فيها جول، فيها جول، جول لفريق الباسك. فانا في هذه اللحظات البديل في هذا الشوط الثاني، واني يولين لوبيتي، يولين لوبيتي يرجع الاماني، تسعة دقائق من نهاية المباراة. ايمانول يتفاعل مع الهدف، موسم رابع لياروخو في ناجري نام، والورقة الصفراء، الورقة الصفراء هذه المرة، هرنانديز، هرنانديز على من هذه الورقة؟ نيكو غونزاليس، ويارسابال، جول، شنو هذا؟ شنو هذا؟ كرة باسكية عالمية عالمية، ميكيل ويارسابال، أي سيناريو، أي سيناريو، برشلونة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. نيمين وبرايت ويت يعدي الدنمارك، يوزع، جول 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 جول، فانا برشلونة عاد الكرة المضمونة. النار 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 يا كومان، النار شعلت، النار يا كومان شعلت، النار نهاية الأحلام. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. توتنهام يرفض عرضا تاريخيا من السيتي لضم هاري كين. كشف تقرير صحفي انجليزي اليوم الاحد عن اخر المستجدات المتعلقه بمستقبل هاري كين نجم توتنهام في الميركاتو الصيفي الحالي. ويرغب مانشستر سيتي في الحصول على خدمات هاري كين هذا الصيف لتعويض رحيل الارجنتيني سيرجيو اغويرو، وما يرغب في اللاعب ايضا. وكان مانشستر سيتي قد قدم عرضا بقيمه 100 مليون يورو لضم هاري كين، الا انه قوبل بالرفض من توتنهام. وبحسب صحيفة تيليغراف البريطانية، فعلى رغم من استعداد مانشستر سيتي لرفع عرضه إلى 150 مليون يورو، إلا أن دانييل ليفي رئيس توتنهام لا يرغب في التفريط في هذا اللاعب. وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي سيعاود مفاوضاته مع توتنهام مرة أخرى هذا الأسبوع، معتمدا على رغبة اللاعب في الرحيل واستقراره وإصراره على الانتقال لملعب الاتحاد. وكان مانشستر سيتي قد أبرم صفقة ضخمة بالحصول على الخدمات
جاك جريليش مقابل 100 مليون يورو، والآن ينوي ضم هاري كين مقابل 150 مليون يورو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.